اللي عاش بره مصر لفترة قصيرة أو لفترة كبيرة، يعني مهاجر أو بيشتغل بره يعني لقمة العيش، يعرف كويس قوي إن المصري مختلف عن أي جنسية تانية بارتباطه بأرض بلده اللي هي مصر. كتير من الجنسيات ممكن يكونوا عايشين بره لكن مش حابين إن هم يرجعوا، أو مبسوطين في المكان اللي هم عايشين فيه، ومفيش الشوق الرهيب اللي بيحصل عند المصري لما بيسيب أرض وطنه، ما تلاقوش في أي جنسية تانية. اللي عاش بره يعرف المعلومة دي. زيادة بقى على المعلومة دي، إنه ودي معلومة جديدة، إن المصريين اللي عايشين بره مصر بيبعتوا فلوس لمصر من دخلهم أو تحويلات، يعني المصريين خارج مصر هي تعتبر تاني أكبر دخل لجمهورية مصر العربية بعد قناة السويس. المصريين خارج مصر عملوا امبارح في عدد كبير من السفارات المصرية في جميع أنحاء العالم، استراليا، انجلترا، فرنسا، كندا، واللي ما عرفش راح يروح السفارة في البلد اللي هو قاعد فيها عمل زي مظاهرة على تويتر. ليه؟ عشان عايزين يبقى ليهم الحق في ان هم يصوتوا باسمهم واساميهم كمصري في انتخابات مجلس الشعب او مجلس او انتخابات رئيس الجمهوريه او الدستور. قبل ثوره 25 يناير كنا ممكن نفهم انه لا، المصريين ما يصوتوش، وخصوصا ان هم 8 مليون او يمكن 10 مليون، لا ما يصوتوش عشان الحزب الوطني يفضل هو عشان تزوير الانتخابات، ممكن نفهم ده. انما بعد ثورة 25 يناير، ليه المصري اللي بيحب تراب بلده ونفسه الخير يعم على بلده، نفسه بلده تبقى احسن من البلد اللي هو قاعد فيها، نفسه وغيور ان البلد اللي قاعد فيها متقدمة و و و و وبلده لسه الحزب الوطني هو اللي مسيطر بشكل او باخر. ما اتكلمش ان هو الحزب الوطني مسيطر دلوقتي او بشكل او باخر، انا قصدي قبل ثوره 25 يناير، انما دلوقتي ليه ما فيش مسؤول بيطلع يقول لنا ليه لا؟ هنتناقش في هذا الموضوع في الفقره، ومعايا ضيفتي الاستاذه حنان كمال الاعلاميه وعضو في حمله المصريين في الامارات من اجل حق التصويت. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بقالك قد ايه عايشه في الامارات؟ انا قعدت 3 سنين في الامارات. قعدت 3 سنين. هل حسيتي باللي انا قلته دلوقتي دي في المقدمه، ان المصريين عندهم انتماء شديد ونفسهم كل شويه عايزين يرجعوا لارضهم؟ جدا، يعني انتماء شديد جدا. مصر دايما حاضره في اذهاننا وفي حواراتنا، دايما مفتقدينها، دايما عندنا مقارنه كده انه زي بلدنا فيها موارد كتير وغنيه ورائعه بناسها وشعبها، وكنا بنشوف ان المصري بره كواليفايد اكتر من اي جنسيه تانية. يعني مش شفونيه اننا نقول ده، بس يعني بتحس كده في حاجه في المصري حلوه يعني. نعم. طب احنا ليه مش حاصل ده في بلدنا؟ يعني احنا بنعيش في مدن صغيره يمكن ما فيهاش موارد زي مصر، طقسها شديد القسوه، فيها اداره كويسه. نعم. فيها إدارة كويسة، فالحياة ماشية بشكل لطيف وميسرة حياة المواطنين واللي عايشين فيها. فيها ناس حابة إن بلدها تتقدم، مش حابة إن هي تسرق في بلدها. كنا طول الوقت بنقول طب ليه مصر لا؟ يعني موارد زراعية عندنا، بترول عندنا، موارد تعمل سياحة وطقس وآثار ومش عارفة إيه، طاقة بشرية عندنا. يبقى طب إيه اللي يخلي مصر إحنا نبقى مضطرين نروح نشتغل في بلاد تانية؟ نعم. وبلدنا ممكن تكون كويسة جدا. احكي لك، وقت الثوره نعم. كتير من اصدقائنا المصريين في الامارات رجعوا. نعم. ومش في الامارات بس، يعني قرروا ينزلوا عشان يشاركوا في الثوره. عظيم. فواحده زميله لبنانيه جت قالت لي ازاي يعني في بلاد تانية المواطن بيطلع، نعم، لكن انتوا بترجعوا ازاي؟ نعم. احنا كلنا كنا يعني وقت الثوره دي كنا يعني اللي مش عارف ينزل ده ممزق، والناس كانت بتحجز ساعات ومش عارفه تنزل الطيران. لا، مصر يعني فيها علاقه مهمه بين مصر والمصريين سواء في الخارج او في الداخل. تمام. بنحبها اكتر بالمناسبه واحنا بره. عندك فكره احنا كام مصري خارج مصر؟ تقريبا المسجلين بيتراوحوا بين 7 ل 8 مليون.
المسجلين يعني ايه؟ يعني المسجلين في السفارات. كويس. يعني انت المفروض بتبقى يعني عشان السفاره تقدم لك احصاء. انا عندي مثلا 100,000 مصري في الامارات، مليون في السعوديه. في ناس بيروحوا وما بيسجلوش نفسهم في السفاره. في ناس ما بتسجلش لانه السفاره غالبا ما بتقدملكش خدمات، فتروح تسجل ليه؟ حضرتك كنت متابعه اللي بيحصل على الانترنت امبارح؟ هل شاركتي؟ انا موجوده في مصر بقالي من وقت الاستفتاء. تابعت بشكل من بعيد لانه طيب. استاذ حنان هرجع لك تاني وعايز افهم ايه اللي انت بتعمليه بالظبط في الامارات، لكن معايا على التليفون دلوقتي الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. صباح الخير يا فندم. دكتور عمرو معلش، الاتصالات اليومين دول عندهم مشاكل شويه، اتصالات وفودافون يعني هما احنا على الهوا. الو يا دكتور. طيب هنحاول ان احنا نتصل بيه تاني ان شاء الله. طيب استاذه حنان، انتوا بتعملوا ايه بقى في الامارات؟ شوف، احنا كمصريين في الامارات جينا من اوائل 2010، كنا قررنا اننا ننشط في حمله المطالبه بحق التصويت. وكنا جمعنا نفسنا وعملنا اجتماع في حديقه عامه في الامارات في دبي. واتفاجئنا احنا، يعني احنا اللي كنا منظمين مجموعه من ممكن يتقال عليهم ناشطين. اتفاجئنا بوجود عدد كبير جدا من المصريين اللي حضروا بناء على دعوه الفيسبوك. من امارات بعيده جدا، يعني تلاقي الناس جايه من العين، وتلاقي الناس جايه من ابو ظبي ومن الفجيره، يعني ناس جايه سفر علشان توقع بس على بيان المطالبه بحق التصويت. بدون قطع كلامك، احنا بناخد نموذج لبلد واحده في العالم المصريين بيحاولوا يعملوا ايه عشان يوصلوا في الاخر ان هم يصوتوا في انتخابات في مصر. اتفضلي. لا بالمناسبه الحاجات دي برضو اتكررت في السعوديه وفي الدوحه. ما هو ده اللي انا بقوله، ان دي نموذج لحاجات كتير في بلاد تانية. كنا عاملين زي نتورك معاهم برضو. اتفضلي. حضر عدد كبير جدا، حضر ستات بيوت، جايه ست معاها اولادها وما الى ذلك علشان يوقعوا على بيان. احنا كنا حريصين في الحمله دي اننا ما نرتبطش بدعم مرشح معين، لانه كان البعض بيميل مثلا لدعم تيار التغيير، ده كان قبل الثوره مثلا. بس احنا حتى كان شعارنا ان انت لو عايز تدي صوتك لمبارك ادي، انا بدافع عن حق المصري في انه يختار. تمام. وكنا رافضين اننا نربط الحمله باسم حد، لان مش بضغط عليك ان انت تختار حد. نعم. انت كمصري من حقك يكون عندك صوت اي مكان اللي هتدي له صوتك. عظيم. ده ابسط قواعد المواطنه والديمقراطيه، والحمد لله جمعنا عدد كبير من التوقيعات. هل ده كان بدايه بعد ثوره 25 يناير، ولا انتوا كنتوا بتفكروا في الموضوع ده قبل كمان؟ لا كان قبل، كان قبلها بسنه تقريبا. تمام. وقتها جمعنا عدد كبير وكنا شغالين، يعني كان اصدقائنا مثلا بينزل على قهوه في ابو ظبي ويقعد يستنى ان الناس تعدي عليه. ويقول لنا ناس متطوعين واحنا ممكن نجمع لكم. كان في حاله حماس فظيعه جدا، لان المصري يعني انا بعتقد ان احنا طول الوقت في نغمه كده، المصري غير منتمي. ليه عدم الانتماء؟ المصري منتمي جدا. لا، المصري جوه بلده يمكن يبقى حاسس ان هو والله. مش حاسس انما بعد ما بيطلع بره ويبعد عن بلده ما بيقدرش يبعد عنه. لا حتى جوه بلده، يعني مين قال ان احنا كلنا كمصريين مش عايزين بلدنا دي تكون احسن بلد في الدنيا؟ ايا ما كانت مشاكلك اللي انت بتعيشها جوه البلد او بره البلد. ده صحيح. بس يمكن بره البلد بيحصل لنا حاجه تانية كده، ان انت فجاه بتفوق، لانه انت شويه في ضغط بتشال من عليك. نعم. ضغط الحياه اليوميه القاتله في مصر. تمام. فبتبدا تفكر بطريقه اكتر في علاقه ايجابيه بينك وبين البلد. فكانت في روح فعلا ايجابيه شديده لدرجه انه بعد ما استاذه حنان بدون قطع كلامك معلش، احنا خلينا نقول قبل ثوره 25 يناير انتوا عملتوا اجتماعات وحاولتوا انك انتوا تعملوا ده بالتواصل بوسائل الاتصال، بالتواصل الاجتماعي، فيسبوك ومش عارف ايه وتويتر وكده. طيب ما رحتوش السفارة مصرية؟ رحنا. البيان احنا ما كناش عاملينه بشكل على الفيسبوك بس، لا كنا عاملينه كحملة موجهة للسلطات المصرية. كويس. اللي حصل في وسط ما احنا بنعمل الحملة دي، حصل الحملة اللي حصلت او الترحيل اخواننا في الكويت. فاكر لما حصل في السنة اللي فاتت لما قبضوا على المصريين في الكويت، كانوا اللي هي حملة دعم البردعي في الكويت. وتم ترحيلهم. وقتها تم التواصل مع القنصل المصري في دبي. ده اثناء الانتخابات؟ لا مش اثناء، ده كل ده قبل الثوره. قبل. طب تمام. قبل الثوره كان بدا يبقى خلاص فيه. افتكرت اوكي. يعني عشان نفكر حتى الناس اللي بتشوفنا، كان بدا يبقى فيه يعني العمل اكبر جروب على الفيسبوك
من اجل حق المصريين في التصويت كان اخونا حماتو شنب في الرياض. كويس. وهو ما زال مقيم في الرياض. تمام. في الدوحه كان في ناس بتشتغل، في الكويت كانت في ناس بتشتغل، في الامارات كنا احنا بنشتغل، وكان في ناس كمان في لندن وباريس وفي الولايات المتحده. كويس قوي. لما حصلت موضوع الكويت بصراحه احنا قلقنا، مش بس على نفسنا يعني، لانه انت معاك مثلا توقيعات من 50,000 مصري ممكن يترحلوا في ثانيه. يعني مش عايزين نأذي حد، وخصوصا اذا في 2-3 نشطاء اكثر. عايزه الفت النظر ان بتوع الكويت لغايه النهارده لا خدوا حقوقهم الماليه من دوله الكويت، لما نزلوا مصر تعرضوا لمضايقات شديده جدا. لسه مقابله بعضهم قريب. يعني ناس كانت عايشه حياه مستقره ومخططين حياه، بعضهم عليه ديون وبعضهم عليه اقساط ومش عارفه ايه، وانت فجاه قطعت عيشه. نعم. لسبب يتعلق بانه الراجل طالب بحقه في الديمقراطيه. احنا ما كناش عايزين حد من اللي شارك معانا في الحمله وجيب حسن نيه يوقع انه يتعرض للاجراء ده. عظيم. رحنا قابلنا انا والاستاذه رشا عويس، رحنا قابلنا القنصل المصري في دبي السفير مهاب نصر. نعم. من اول لحظه السفير مهاب نصر كان عارف كل اللي احنا بنعمله. عظيم. من غير ما احنا نحكي له يعني، قال له يا سيد سفير انا عايز اقابلك. طب اتفضلوا. طب حضرتك عارف عايزين نقابلك ليه؟ لا عارف. ده الكلام ده قبل ثوره 25. قبل ثوره 25. تمام. اتفضل. لما رحنا قابلناه اول ما شفنا، اللي شفتوا اللي حصل بتوع الكويت، اول جمله في الحوار. المهم تواصلنا معاه وهو اطمن اننا مش يعني احنا برضه عايزين نشتغل في مسارات قانونيه. نعم. يعني سواء قبل الثوره او بعد الثوره. المهم استدعى حد من موظفين السفاره. تمام. واحده ست قال لها والله الناس دي طيبه ومش بتوع مشاكل ومش عارف، فيما يبدو ان في حد كان قلقان من تحركاتنا. وانه عارف ان احنا عملنا ميتنج وعملنا اجتماع في الصفا برك مش عارف ايه، كل التحركات معروفه. فالمهم قال لي هاتلنا التوقعات اللي انت وقعتوها يعني واحنا نبعتها. بصراحه يعني ما رحناش حرصا على امن. يعني على انه الناس ما تعرضش لاجراءات عقابيه، وما انتش عارف ان مين بيتحرك ازاي. بعض زملائنا اللي كانوا شغالين في الحمله دي تم استدعائهم من امن الدوله الاماراتي وتعرضوا لمضايقات. فيعني جمدنا الحمله شويه وقتها. تمام. ومن حقكم. كملناها تاني وعملنا بيان تاني بعد الثوره، لان احنا بعد الثوره ما قامت وكلنا يعني انا عايز اقول لك من اكتر بقى يعني العذاب الحقيقي اللي بيعيشه اي مغترب. نعم. ان هذه الثوره قامت وهو بره. ان انت يعني نفسك تشارك في هذا التغيير، نفسك تشارك في حركه الشعب. فكلنا كنا ممزقين. حصلت الثوره، حصل التنحي، حسينا انه الشعب عمل انجاز رائع جدا، يمكن مشاركتنا فيه كانت محدوده ضعيفه، كل واحد حسب دوره وامكانياته. تمام. جه الاستفتاء، وكنا نامل ان السلطه المصريه بعد ما حصلت ثوره وتغيير يعني، وكانت الثوره من اهم مطالبها الديمقراطيه، انها تدينا حق التصويت. والموضوع سهل وبسيط جدا. في الاستفتاء اللي هو جرى في شهر مارس فوجئنا ان ما لناش حق التصويت. استاذه حنان، ما دخلتيش مره مثلا عن او ما عرفتيش او ما سالتيش حد في السفاره في لما جيتي هنا مصر، هل في قانون بيقول انه ما فيش حد مصري يكون عايش بره ليه الحق في ان هو يصوت بصوته؟ لا يعني في قانون بيقول الكلام ده، عندك فكره؟ لا هو اكيد ما فيش قانون. انا هقول لك كذا حاجه. ملاحظه نمره واحد. اتفضلي. الدكتور علي الدين هلال. نعم. في تصريحات سابقه يعني، وهو احد رموز النظام السابق ومش عارفه ايه، كان يبشر بان المصريين في الخارج هياخدوا حق التصويت، وقال انا قال بالنص كده. ده امتى حضرتك؟ قبل الثوره طبعا. تمام. قال انا وانا طالب بعثه في الستينات في الولايات المتحده اديت صوتي في الانتخابات في الاتحاد الاشتراكي في النظام الشمولي ومش عارف ايه، كان بيدي للمصريين في الخارج حق التصويت في السفاره المصريه في الولايات المتحده. عايزه تقولي لي ان ده كان موجود زمان حسب كلام علي الدين هلال. ان ده كان موجود هلال، ده نمره واحد بس اللي عايزه اقوله. كويس. نمره اثنين، وفقا بقى لتعديلات قانون مباشره الحقوق السياسيه المنشور امبارح في الاهرام. تمام. الماده 48 يعاقب بالحبس والغرامه كل من يمنع مصريا من الادلاء بصوته، صح؟ طيب انا دلوقتي انا كمغترب بتمنع من الادلاء بصوتي، مين اللي هيتعاقب؟ انا عايز اعرف مين اللي بيمنعني من حق الادلاء بصوتي فيستحق العقاب بالحبس والغرامه التي قد تصل مش عارفه الحبس ل 10 سنين او حاجه كده. طب هو في القانون ده، عشان انا ما قريتوش الحقيقه، مش مكتوب داخل مصر؟ لا ما هو مفيش بقى، بص مفيش حاجه مش بتقول موجود داخل مصر ولا خارج مصر. مفيش حاجه بتقول داخل مصر ولا خارج مصر، بس هو قانونا السفاره المصريه ارض مصريه. نعم. يعني السفاره المصريه في الخارج هي ارض مصريه 100%. فبالتالي انا لما هروح السفاره وادي بصوتي انا مارست صوتي حقي الانتخابي داخل داخل مصر. بالاضافه انه التصويت الالكتروني ده معمول بيه في كل دول العالم.
عظيم. في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لو حضرتك يوم الانتخابات عندك شغل، لأنه الناس دي بتحترم جدا يعني يوم الانتخابات، مش شرط تاخده أجازة يعني بتحترم واجبات العمل يعني. لو حضرتك عندك شغل يوم الانتخابات مش هتقدر تدي بصوتك، فأنت ليك الحق أن تدلي بصوتك في يوم سابق على يوم الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني. عظيم. طيب.